اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كل حته في مصر. النهارده اعمل فول ديلوكس، يعني في مكونات كتير، سهل قوي ما فيهوش اي حاجه خالص، بس هنستعمل فيه الفرن. وهعمل معاه سلطه بطاطس مسلوقه وبنجر، واوري حضراتكم الطريقه. الاولى اول بس المكونات: فول مدمس، بصل اخضر، افوكادو، جبنه ميكس او اي جبنه موجوده، فلفل حار، ساور كريم او كريمه حامضه، زيتون. مكونات البطاطس بالبنجر: بنجر مسلوق، بطاطس مسلوقه، لبن، شطه وزبده، ومعانا طبعا الملح والفلفل والزيت والحاجات اللي هنشتغل بيها. اول حاجه اجهز الفرن واولعه، طبعا انا عملت كده، وبعد كده ابتدي اشتغل في الفول. ولع الفوق، نولع البوتاجاز بس على نار عالية. مفيش في حاجة صعبة، موضوع سهل جدا. بصلة أو نص بصلة على حسب الكمية، قطعها صغير كده. هشوح البصلة وهسوي فيها الفول وتبله، وبعد كده الطبق ده كل القصة اللي فيه هتبقى هنرص الطبق ازاي، يعني هنحط ايه فوق ايه فوق ايه، ويدخل الفرن، وبعد كده نشوف شكله هيطلع ازاي وطعمه هيطلع ازاي. ده مش شرط سحور، ده يمشي فطار، يعني فطار في رمضان، ويمشي برضو غدا في اي يوم من ايام السنة العادية. بس لو اتعمل على السحور، كمية الخضار والأفوكادو والكلام ده كله والكريمة الحامضة بتخلي الطبق يعني مميز شوية. عندنا بقى ايه، زيت زيتون. هو الطبق كل القصة فيه ان هو تجهيز بس، حقيقي حدي للفول كده طعم بالبصل علشان مش عايز اسيب اي طبق فول يبقى مجرد ان هو فول بس، اديله طعم. فجهز على ما الزيت يسخن، هاخد طبعا ده على حسب ما حضراتكم عايزين، يعني لو مفيش، لو ما تحبوش الحرق ممكن تستغنوا عن ده خالص. ومش هحط فيه، عاده احنا عارفين ان الفول نحط معاه توم، اسف بنحط معاه كمون. المره دي مفيش كمون لان في مكونات تانية، لو حطينا عليه كمون ممكن طعم الكمون يبقى اقوى شويه من الحاجات اللي احنا حطيناها، فاحنا عايزين نحس بطعم كل حاجه. ممكن احط ده كده دلوقتي. طبعا كميه البصل شكلها كتير لان الطبق الفول كبير، يعني الكميه كبيره، لان انا مفيش معنى ان انا اعمل حاجه في الفرن على طبق واحد، يعني عاده بنعمل صينيه وبعد كده بنبتدي نقسمها زي ما احنا عايزين. ملح، مش عايز ازود ملح قوي علشان الكريمة الحامضة فيها سنة ملح، وكمان الزيتون فيه ملح، او الزيتون بيبقى مملح. طبعا زيتون اخضر، زيتون اسود الموجود هيقوم هيأدي الغرض. فلفل، افتكروا فرن يبقى ايه، نجهز الفرن قبل ما نشتغل. الافوكادو لو جبناها وطلعت مش مستويه قوي، ناشفه شويه، ما يمنعش خالص ان احنا نعملها في الكب او نعملها في الخلاط. دي مش مستويه قوي فاعملها في الخلاط. انا بحط سكينه فيها فيها لفتين تطلع البذر. عشان مش مستويه قوي فممكن تاخد مني شويه وقت في تقشيرها. انا محتاج اصفي الفول كويس، مش عايز ميه خالص لان هيبقى فيه في كريمه حامضه وفي حاجات كتير، فهصفي الفول كده علشان مش عايز طبق يبقى عايم او سايس، واسيبه بقى يسخن. ده كده خلاص
وطي عليه النار على ما ايه، على ما اقشر الافوكادو. يعني اسهل طريقه لتقشير الافوكادو بنعمله كده، خلي بالكوا علشان السكينه ما تفلتش، لان السكينه لو فلتت بتبقى، لو سكينه حاميه طبعا بتبقى مشكله. بحاول افرغه كده من الجناب. دي مش مستويه قوي زي ما قلت لحضراتكم. عاده انا لما بجيب الافوكادو لانه سعره عالي فما بجيبوش مستوي، بجيبه يعني في شويه علشان لو حطيته في الثلاجه وسبته اقدر استعمله في ايه على كذا يوم. انا هستعمل نص واحده بس كفايه، معلقه طبعا. لو مستوي بيبقى اسهل كتير قوي ان هو يطلع. ايه ده؟ البني اللي فيه ده القشره بتاعه البذره. انا مش محتاج كتير، انا محتاج تقريبا معلقه، محتاج بس طعمه يظهر كده كفايه. اقدر بقى اعمل ايه عشان اطمن ان هو هيختلط كله مع بعضه وهيدخل في طعم الطبق كله؟ الكبه كده، واحط معاه شويه زيت وشويه كريمه حامضه علشان اساعد بس الكبه ان هي تشتغل. احط معاه شويه زيت صغيرين ومعلقه الكريمه. يعني معلقه، خلي دي هنا كده، وايه بس كده، جميل جدا. كل اللي انا هعمله بعد كده خلاص، انا هبتدي ارص الطبق مع بعضه. اول حاجه ادوق واطمن ان الحقيقه مظبوط، ملح وفلفل. انا ما حطيتش فلفل فانا هدوق الملح الاول وبعد كده ازود فلفل. ملحه مظبوط، محتاج شويه فلفل. وابتدي بقى ارص الطبق مع بعضه تقليبه كده سريعه. برضو لو عايزين تهرسوه ممكن نهرس الفول في الخلاط ويتحط في نفس الطبق. ادي كده الفول، وزعه كده مظبوط. الفلفل الاخضر ده انا هحطه على الوش مع الجبنه، فهاخد الاخضر منه بس، هسيب الحته البيضة اللي تحت لان احنا اوريدي حطينا بصل في الطبق نفسه، في طبق الفول نفسه. خلي ده كده جنبي هنا. وبعدين نبتدي بقى ايه، نرص كل حاجه مع بعض. ادي الافوكادو علشان كل حاجه تترص مع بعضها. قلبه تقليبه. يبقى انا كده خلطت الافوكادو مع الكريمه الحامضه، احطها كده. بالراحه بقى ايه، نفرد كده، نحاول نغطي الطبق كله. كمان اي نوع جبنه ينفع. يعني اللي انا هقول ممكن نبعد عنه في الطبق ده الجبنه الموتزاريلا، بس طبعا برضو ارجع اقول لحضراتكم راجع للذوق اللي انتوا بتحبوه. الزيتون كتروش قوي زيتون عشان ما يحدقش الدنيا. وبعدين اخر حاجة خالص كده حط بقى ايه، لما بنرفع ايدينا كده بيتوزع
بشكل لوحده بيطلع حلو. ادي اخر حتتين وكده انا مولع الفرن، هدخل طبق الفول مش اكتر من 5 دقايق على الشوايه من فوق علشان الجبنه تسيح، كل حاجه مستويه، انا بس محتاج الجبنه تسيح وتنزل. 5 دقايق في الفرن وعلى ما يستوي اطلع فاصل وارجع لحضراتكم واكمل البطاطس والبنجر. رجعت بعد الفاصل، نبتدي بقى نعمل البطاطس المهروسه بالبنجر. عايز اقول لحضراتكم على حاجه، البنجر يفضل واحنا بنستعمله نلبس جوانتي، او لو بنعرف نستعمل الشوكه والسكينه واحنا بنقطع ممكن نعمل كده، لان البنجر من الخضروات اللي بتمسك في الايدين، اللون بيمسك في الايدين. انا هحتاج ان انا اعمل البنجر في ايه، في الخلاط، فهبتدي بالبنجر علشان البنجر يعني اللون صبغه فبيمسك في كل حاجه. حته مش عجبانه ممكن ايه نستغنى عنها. يعني انا مش يعني مش هيبقى في بيني وبين البنجر تفاعل كتير قوي في الطبخه دي، لان انا هحطه في الخلاط، فهحاول على قد ما اقدر كده يعني من بعيد لبعيد. طبعا لو في جوانتي بيبقى اسهل، بس انا ما بحبش البس جوانتي في ايديا، بيضايقني، بحس ان انا مش متحكم في كل حاجه في البيت طبعا، بالذات كمان علشان ستات البيوت ما يبقاش عندهم مشكله ان هي يبقى لون الايد يتغير او يبقى عليه صبغه. فزي ما قلت، زي ما قلت حضراتكم كده بالشوكه والسكينه، واحنا كده كده هنحطه في الخلاط، فما فيش مشكله ان احنا نستعمل الشوكه. برضو انا بحب قوي البطاطس، اي خضار بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي القش موجود، لان القش فيه كل الفوائد وفيه كل ايه الطعم. يعني بطاطس مثلا انا بحمر بطاطس بال زي ما هي بقشرها، انا بحبها كده وباخد الفايده منها كمان، بس طبعا لازم تغسل كويس قوي. ده لبن، خلاط، اللون بيطلع حاجة تحفة. يعني لما بيتخلط البنجر مع البطاطس بيطلع حاجة لون خطير. ادي كل كمية اللبن، انا محتاج ايه اعمله معجون او اكتر كمان من يعني معجون، بس معجون سايب شوية. يعني بنتكلم مثلا في 30 ل 40 ثانية شغالين بالخلاط لحد لما يبقى مقرب على ايه؟ انه يبقى عصير. ايوه كده، جميل جدا. ممكن في بولة ثانية بقى ايه؟ اشتغل كده. كده كفاية. البطاطس دي مسلوقة ومتصفية. أنا على فكرة ههرس كل الكلام ده كله، يلا، علشان نقدر ناخد الحاجة بقالها شوية، فطبعا باردة، فأنا محتاج إن أنا أسيح الزبدة شوية عشان أقدر أخلطها بسهولة. ما تضايقنيش، هعلي النار كده. جميل قوي كده. انا سايب الفول في الفرن لسه، محتاج ان الجبنه تسيح. طبعا على حسب قوه الفرن عندنا بنبقى عارفين، كل ست بيت او كل حد بيطبخ بيبقى عارف الفرن بتاعه اخباره ايه وبياخد وقت قد ايه. ملح، حطيت ملح كتير، خدت بالكم علشان البنجر فيه طعم سكر شويه، طعمه مسكر شويه.
وكمان حاطط لبن. اقطع بقى ايه فلفل صغير كده. الحراق اختياري، اول لما الزبده تسيح هحطها على طول على الكل، على البنجر وعلى البطاطس والشطه وكل الكلام ده، علشان اخلط كل حاجه مع بعضها وادوق بعد كده. نجيب طبق طبق لونه فاتح علشان ابين حضراتكم لون البنجر اول لما نبتدي نخلط. انا ممكن ابتدي من دلوقتي، على ما تسيح اقدر ازودها في النص بالراحه بقى كده علشان البنجر بيبقع. هنخلط بقى كده شوكه شوكه عشان بصوا حضراتكم اللون بقى عامل ازاي. شايفين حضراتكم لون البطاطس بقى عامل ازاي مع البنجر؟ طبعا لازم ادوق عشان ابقى اظبط الملح والحق الزبده. كميه الزبده راجعه لحضراتكم. انا بحب الزبده زياده عشان بحب الاكل يبقى طعمه في غناوه. انضف بقى الدنيا دي كده. لو جت نقطه بنجر او حاجه على ايدينا على طول بمنديل نشيل الكلام ده علشان اللون الايد ما يغيرش. عايز ادوق طبعا، انا بدوق بمعلقه تانية غير انا بشتغل بيها علشان ما احطش حاجه، ما احطش معلقه بقي وارجعها تاني. بنجر مسكر فهزود ملح تاني. البطاطس عادة بتحتاج ملح كتير، لان البطاطس من الحاجات اللي بنعالج بيها اي مشكلة. لو الملح زاد في شوربة او في حاجة بنحط مثلا بطاطساية فبتمتص الملح كده. انا خلاص اخر حاجة اتأكد ملحه مظبوط كده. الملح مظبوط، يبقى كبشة كبيرة. البنجر من الفوائد بتاعته انه بيساعد العظم، لو في حد مثلا عنده مشكلة في العظم او كسر او حاجة، كل الدكاترة بينصحوا ان هو ياكل بنجر كتير علشان بيساعد ان العظم يلتئم اسرع. علشان برضو يعني يبقى فيه لون زيادة، في شكل زيادة، اخد بصلة خضرة كده اقطعها. احط شوية بصل اخضر هنا كده. دايما واحنا بنطبخ بنلاقي حاجة، بص بعينينا كده نلاقي مثلا شبت، نلاقي بقدونس، نلاقي بصل اخضر، نقدر ايه نستعمل الحاجات دي كلها علشان تساعدنا واحنا بنطبخ بنبتكر. طلع طعمها حلو نكمل، نفضل فاكرينها ونكملها، طلع طعمها يبقى نستغنى عنها. ادي الفول الديلوكس طالع بيبقلل، طبعا سخن جدا. يبقى النهارده عملنا طبق فول ديلوكس، فول كريمه حامضه، افوكادو، جبنه، زيتون، بصل اخضر، وعملت معاه بطاطس مسلوقه بالبنجر والزبده واللبن. الف هنا وشفا، شوف حضراتكم في حلقه جديده. باي باي.